حد الحرابة، جاء نفر من عرينة، قبيلة من القبائل، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كانوا بحدود 7 رجال، 4 من عرينة و3 من عكل، فاجتووا المدينة واستوخموها، أي مرضوا، وفي رواية أن بطونهم قد عظمت واصفرت ألوانهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد أسلموا: ألا تتبعون إبل الصدقة في الحرة الفلانية فتشربون من ألبانها وأبوالها؟ فقالوا: نعم. فخرجوا فشربوا وبقوا مع الرعاة مدة من الزمان إلى أن صحوا وتعافوا، فجاءوا إلى الراعي فقتلوه وسملوا عينيه وأخذوا الإبل وهربوا. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا خيل الله اركبي، بل كان أحد الذين ذهب بنفسه معهم يطلب هؤلاء المجرمين. فانطلق فتية من الأنصار فرسان فأتوا بهم، بقسم منهم. ماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم وأن تسمر أعينهم وألقوا في الحر يطلبون الماء لا يسقيهم أحد حتى ماتوا، لكي يكونوا عبرة لمن يعتبر، لمن يريد أن يتهاون في دماء الناس وفي أعراضهم وفي أموالهم. ونزل في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. ما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة أشد من هذه العقوبة التي وردت في الصحيحين لهؤلاء النفر المحاربين من عرينة، حتى لا يستهين أحد بعد ذلك بدماء الناس وأعراضهم وأموالهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله.